أخبار اليوم. وفي رمضان يحلى الكلام عن الرياضة والصحة كمان. النهاردة وفقرة خاصة هنشوف كابتن مينا سمير هيقول لنا إيه فقرتنا الصحة والرشاقة في رمضان. يلا بينا. موضوع السمنة ايه اسبابها وعلاجها؟ عشان في ناس بتبقى هي بترجع لعوامل كتير، يعني في عوامل وراثية، ان الجسم ده اصلا بيخزن دهون او معدل حرقه للسعرات الحرارية قليل، فبيخزن الدهون كتير قوي. دي بترجع بقى يا اما العوامل الوراثية يا اما عادات غلط وعادات خاطئة. مثلا هنقول الاكل السريع اكتر اكلات بتكون سمنه، يعني الاكل السريع، المشروبات الغازيه، الكلام ده اكتر اكل بيسبب سمنه. الوجبات السريعه كلها بتبقى اكل مجمد، نسبه البروتين فيه قليله جدا، بيبقى اكتر بيخزن دهون، بيبقى زيت وسمنه والكلام ده. السكريات والحلويات زي الاكل السريع في السمنه، يعني ما بتختلفش كتير، يعني اكتر مسببات سمنه الاكل السريع، مشروبات الغازيه، حلويات. يا اما العوامل الوراثيه، ان حد اصلا في الوراثه في العيله دي الجسم بيخزن دهون، وشكله تخزين الدهون عامل ازاي اصلا. علاجها لازم طبعا النظام الغذائي الصحي اللي ببعد فيه عن الدهون تماما. انا ببعد عن الكلام ده، بحاول اركز في اكلي عن الاكل الصحي، زي الخضار طبعا، احاول اكلي اشيل الزيت والسمنه واخلي اكلي كله مشروبات ومسلوق. الكلام ده بيلغي نسبه 90 او 95% من الدهون. غير النظام الغذائي الرياضي الصحي، لازم انزل العب رياضه. الرياضه دي مهمه جدا، او دي العامل اقول 30% بعد النظام الغذائي الصحي، ان انا بالاكل بتاعي بيبقى صافي دهون او الدهون فيه قليله، وبلعب رياضه بشتغل على الدهون القديمه اللي في جسمي، بحاول انزلها عشان اظهر شيب عضلات او الكلام ده. فاعتمد في اكلي اكتر على البروتين والخضار والفاكهه والكربوهيدرات الصافيه اللي ما فيهاش دهون، ما فيهاش حلويات، وسعرات حراريه مظبوطه لجسمي، وبعتمد على الدهون المفيده او الدهون اللي الجسم محتاجها، زي زيت الزيتون، زبده الفول السوداني، الافوكادو، الكلام ده كله بيساعد تقليل الكوليسترول في الجسم. فانا كده عالجت السمنه اللي هي زي ما قلنا يا اما وراثه، عوامل وراثيه، يا اما عادات سيئه خاطئه بتيجي على مدار سنين. يا رب تكون استفدت. تبقى انتهت حلقتنا، لكن ما انتهتش لقاءاتنا. انتظرونا ولقاء جديد مع فقرة الصحة والرياضة في رمضان. انتظرونا.